طيب خلونا نبتدي ونقول كلمة بنقولها دايما في حلقات زي كده كتير. الفطرة اللي ربنا خلقها بينا ان احنا ابائنا وامهاتنا دول حاجة كبيرة قوي. من وانت طفل صغير لا حول ليك ولا قوة، لا تملك العقل ولا تملك اي شيء، ولا الحكمة ولا المقدرة. مش بس تاكل، انت بتعرفش تاكل وتشرب لنفسك. اول ما مامتك بتنادي عليك او تعكسك او تشيلك، اما بتنام في حضنها اما بترفص لها، او ما تشوف ابوك تتنطط. دي الفطرة، ده اللا ارادي. معرفش بقى بعد العقل ما بيكبر اللي بيحصل. هو المفروض الناس تبقى فاهمة قيمة الأب ده، أنا معرفش. فأنت أي حد جاحد بابوه ده إنسان بره الفطرة، ده إنسان ممكن تقول عليه كرسي، حنفية، جدار حيط، تقول عليه أي كيس بلاستيك، بس ما تقولش عليه بني آدم أو ابن لأب. أنا ده تبريري ومش هينتهي، لأن أنا مؤمنة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الفطرة دي جوه البني آدم. إيه اللي بدي للحال؟ إيه اللي عمل كده؟ معرفش، مقدرش اقول لكم ايه المبرر. هو المبرر واضح، ان كل واحد بيقول يلا نفسي نفسي وطوفان، انا شايله فوق شيلتي ليه. هو مبرر واضح، واحد بيقول له روح موت، واحد بيقول له انت عايش ليه، واحد بيقول له يعني انت نازل ليه من عمليه ابوك، يرد يقول له بلا قرف. هو في ايه؟ واللي حصل في الدنيا، الراجل ده قال كلمة خطيرة جدا. قال إن الولد اللي ما جابوش الحنية يجيبوا العار. ده لا حنية ولا عار. بيقول له أنا بشحت، قال له روح اشحت بس ما تجيبش سيرة لحد. طيب هو احنا بقينا كده امتى؟ طب ولاد الناس دي هيشيلوهم على الرص؟ هيرحموهم؟ هيحافظوا عليهم؟ ايه يعني ابوي قاعد في البيت حسه بالدنيا، قاعد جنب ابن من ولادي، بنت من بناتي، الراجل ده هيبقى ايه المساحة في اليوم، او ايه المانع ليه انه يبقى موجود؟ هيعمل ايه يعني؟ ولكن ثوابه عند ربنا كبير قوي وعطاؤه اعظم. ايه اللي ممكن الراجل ده يستهلكه يعني؟ انا مش فاهمه. التويلت عاملينه بميعاد مره في الاسبوع، ايه الافتراء ده؟ هي الناس دي ولادها هيعملوا فيها ايه؟ انتوا ولادكم هيعملوا فيكوا ايه؟ بصوا، انا ما بقابل الناس دي في حياتي بحس بغدر، بحس بطعن، بنداله وبخسه. احترامي لكل الناس وكل الاطراف. الناس دي وهي ماشيه كده بين عبيد ربنا، لو حد فاكر فيهم ان هو عيل جدع وانه راجل اصلا يبقى موهوم. الاب ده ما بيتعوضش. الاب ده
مفيش حاجة في الدنيا بتعوض وجوده، بالذات بقى لما بنوصل للسن ده في حد ساذج فكره ضيق كده يقولك ايه، اصل ابويا كبر وعجز. ده الحكمة، ده الحنية، ده دلعك، وتحس انك لسه صغير لما تدخل على باباك كده ويقولك ايه يا ابني انت ما تغدتش، تعالى يلا اتغدى، تحس ان انت لسه ليك حد. لما بتقعد جنبه كده تفتح معاه كلام ويرد عليك، انتوا ازاي بتقولوا عليهم كده؟ مين قال كده؟ هو ازاي كبر وعجز؟ الكلمة دي هو فعلا كبر عشان يتفرج على زرعته، يبص عليها كده ويملى عينه منها علشان يقعد معزز مكرم، يؤمر فيجاب، مش عشان نكل منه. الناس دي في شبابها كانت بتطلع عشان احنا ناكل ونشرب ونروح ونلبس ونيجي. الناس دي لو قسيت قسيت عشان نستحمل قساوة الزمن. لو ما عملناش مع أولادنا زي ما عملوا معانا نبقى خسرنا. الجيل ده نفسه قال كده، الجيل بتاع عم عز ده قال كده، قال يا ريتنا عملناكوا زي ما أهالينا عملتنا، لأن هما متزنين أكتر، كانوا بيخافوا أكتر، كانوا عاملين حساب وقيمة للحياة والحاجات حواليهم أكتر، كانوا ما يحبوش حد يتكلم عليهم كلمة وحشة أكتر. الناس دي كانت كده. أنا مش هقول غير كلمة واحدة، الندم جاي لكم جاي لكم، بس هيجي لكم بعد فوات الأوان.